المفروض كده هكلمك عن نقط مهمة جدا جدا من خلال الشغل في السوق نفسه، من خلال الشغل في السوق نفسه كاستراتيجيات تسويق. كل شركة ليها استراتيجية مختلفة، كل شركة ليها طريقة عمل مختلفة، كل شركة ليها أسلوب معين في إدارة الماركتينج بتاعها. من أهم الأساليب اللي المفروض نشتغل عليها هي البودجت بتاعة التسويق. كل ما ضخيت فلوس في الماركتينج وبنيت لي استراتيجية مفصلة، كل ما انت اشتغلت بشكل احسن. تعال كده ناخد اهم حاجة لازم يكون عندك استراتيجية في الماركتينج تشتغل عليها. يعني ايه استراتيجية؟ يعني يكون عندك طرق تلعب بيها في السوق، تشتغل بجزء ما اورجانيك، تشتغل بجزء ما اس اي او، تكمل شغل الاس اي او بادز على جوجل فورم سيرش، ممكن تكمل الاجزاء دي مع كامبينز مسج على فيسبوك، وتبني استراتيجيتك الخاصه. يعني من الحاجات المهمه جدا انك ما تتبعش استراتيجيه معموله جاهزه شغاله في شركه ما وتكمل عليها، لازم تبني استراتيجيتك الخاصه. وده هيجي بعد التيست ان انت تجرب تشتغل اكتر من مره والتانيه علشان توصل للاستراتيجيه بتاعت الماركتنج بتاعتك، اللي هي عباره عن كولكشن من الكونتنت مع انواع الادز المختلفه عشان تقدر توصل ل كونتنت، توصل لماركتنج استراتيجي واضحه. طيب الجزء الثاني، الضخ في الميزانيه نفسها كبودجت ماركتنج. بودجت في ماركتنج لازم يكون عندك خبره كبيره، او تكون فاهم ازاي الفلوس بتاعت الماركتنج تقدر تستغلها، ازاي فلوس الماركتنج تقدر تستغلها. طيب كمان من الحاجات المهمة جدا جدا انك تشتغل على ويب سايت. لازم يكون عندك ويب سايت وتستخدم السوشيال ميديا. مش هينفع شركة تكون شغالة زي ما بنشوف شركات عندها من الاخطاء ان هي بتشتغل على جوجل فورم. طب ما انت محتاج ويب سايت، محتاج تقيس الكونفرجن، محتاج تريتارجت العملاء دي تاني، تشتغل على كامبينز مختلفة، تحسن الايدنتيتي بتاعتك والماركتنج بتاعك والبراندنج بتاعك. طيب بعد كده لازم تتكلم على الورد اوف ماوث. ما ينفعش شركات كديفلوبر ما يكونش عندها جزء الورد اوف ماوث. الورد اوف ماوث هو ان شركه تسمع ان هي منزله بروجكت، فشركه تانيه تسمع، فالكلاينت يسمع، فالكلاينت بعد ما يشتري يسجست قرايبه، يسمع صداق في السوق، يبتدي يفهم عنك اكتر. فالورد اوف ماوث جزء بتعتمد عليه شركات كبيره جدا جدا، وبتقول اول ما بتجيب سيره الشركه، زي مثلا ما كنا بنتكلم عن ماونتن فيو، خلاص هي معروف ماونتن فيو، معروف خلاص وورد اوف ماوث، وواصله بشكل كويس جدا جدا. حاجه كمان لازم يكون عندك رد سريع جدا على الكلاينت. ما ينفعش ان انت تجيب كلاينت وتسيبه نص ساعة قبل ما ترد عليه، وتسيبه ساعة أو تكلمه تاني يوم، أو الكلاينت اللي بيبات لتاني يوم الصبح والقصص دي. ما ينفعش الكلاينت وانس ملا الفوق يتكلم دايركت، حدد ميعاد معين تكلمه فيه، كلمه في نفس الميعاد بشكل محدد جدا. حاجة كمان الجزء بتاع نيوزليتر، لازم يكون عندك نيوزليتر على الويب سايت بتاعك، لازم يكون متابع الاخبار وتوصلها للناس بشكل كبير. واحده من الاستراتيجيات اللي اعتمدنا عليها بشكل كبير في الاورجانيك وادت بشكل كبير في استراتيجيات الماركتنج بتاعنا، ان انت تنزل اخبار السوق والابديتس والاسعار والفايلز اللي تكون لكل بروجكت عقاري. بتفرق جدا جدا مع الكلاينت، وبتخليك دايما في الابديت، والتيم بتاعك يكون في الابديت، وبتشتغل على الاستراتيجي دي بشكل كبير جدا، وبتفرق معاك. حاجه كمان لازم يكون بتحاول ان انت تبعد الكلاينت تمام عن انه يسال كتير جدا جدا. من كتر ما الكلاينت بيسال يبقى هو ما عندوش مور انفورميشن كافيه عن البروجكت، يبقى انت مش عارف تسيطر على البروجكت. احيانا بيكون في عميل فعلا بيتكلم كتير جدا جدا، بس انت حاول تسمعه في الاول. بعد ما تسمعه في الاول حاول تسجست ليه بروجكتس كتير جدا جدا، تكون بتواكب النيدز بتاعته، وتكون بتبعده عن الحاجات اللي بيخوفها، زي ما اشتغلنا على الجزء بتاع الفاليو بروبوزيشن. حاجه كمان لازم يكون عندك بلان ناجحه. ما ينفعش ان انت تعمل ما تعملش بلان تكون شغال في الماركتنج
وما تعملش ماركتنج بلان. مش هينفع ان انت تكون شغال في الماركتنج وما تعملش ماركتنج بلان ليك علشان تشتغل عليها بشكل محدد، تشتغل عليها بشكل محدد وتقدر تبني عليها شغل ليك. خلي بالك من البوينتس دي وراجع كده البوينت دي نقطة نقطة مع الشركة اللي انت شغال فيها او مع شركتك او مع طريقة الشغل بتاعتك، وشوف هل انت عندك ويب سايت، هل انت شغال نيوزلتر. طبعا مش هننسى طبعا ابدا اللاندنج بيج والاجزاء المهمة دي، بس دي اهم الحاجات اللي شركات كتير مش بتحطها في اعتبارها وبتعديها وبتمررها مرور الكرام، مش بتركز معاها. المهم راجع البوينت دي مع الشغل بتاعك، ومش هننسى نتناقش في النقط دي وتمارك عليها ايه اللي انت متأكد منه شغال معاك بشكل كبير، والحاجات اللي عندك فيها مشكلة، عندك فيها ايرورز او ايشوز معينة، ونبتدي نعدلها ونشتغل عليها.